أنهم باش يمضوا كافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم وابتعادهم عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال. فيها نقاط أخرى كما الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير المرفق العام، الالتزام بالتضامن الصادق فيما بينهم، وهذا الحديث على مكونات الائتلاف الحكومي، التضامن الصادق من أجل ضمان الاستقرار السياسي الضروري للإنجاز، واعتمادهم الحوار والتشاركية أسلوبا حضاريا في إدارة الحياة السياسية. التأجيل هذايا على ما يبدو جاء من عند حركة النهضة. حركة النهضة ماهيش باش تصحح على الوثيقة. معنا سامي الطريقي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك اختي يا خلود، كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله عيدكم مبروك. يعيشك ان شاء الله من المعايدين الفايزين وان شاء الله ربي يحفظ تونس. ربي فضلك سي سامي. قل لنا ساعة توا، هل حركة النهضة هي التي أجلت أو تمسكت بتغيير موعد الإمضاء على الوثيقة هذه؟ لا، حركة النهضة لم تمسك بتغيير أي موعد، حركة النهضة امتنعت بكور من إمضاء هذه الوثيقة. واضح. دونك إيديكو هي مكون أساسي في الائتلاف الحاكم، دونك وقع التأجيل والقرار خرج من عند رئاسة الحكومة. بيه سامي تريك طبعا يخص رئاسة الحكومة، طبعا يخص الحكومة، ولكن كحزب حركة النهضة نحن بينا موقفنا بكل وضوح. نحن على إمضاء وثيقة نعلم مجاهدا أنها ستبقى حبر ورق. الأمر المؤسف المؤسف أنه بين مكونات الائتلاف الحكومي نضطر إلى إمضاء وثائق وأوراق. الأصل في الأشياء التضامن الحكومي والتشاركية وكل ما كنت تذكرينه في الأصل هو من تحصيل الحرارة، لا يستحق إلى أوراق. أن نمضي إلى أوراق فهذا يعني أن هناك مشكل كبير. ثم ليلة إمضاء هذه الأوراق نلاحظ على مستوى كامل الوقت السابق كل الزمن السابق كل الأيام السابقة تصريحات يعني من بعض الناس، أو خلينا نقول بكون مباشر يعني كل مباشر من احد شركائنا حركه الشعب، تصريحات غير مسؤوله، انا اعتبرها تصريحات خارج السياقات العامه. يولي بالنسبه لنا امضاء هذه الوثيقه لا معنى له الا انه احنا نكون في ضمن ديكار وسلوك وسلوك لا معنى، نضحك على بعضنا قاعدين وهذا ماهوش معقول ماهوش معقول. سامي الطريقي، احنا هت بشوية خلي الناس تفهم، الوثيقة هذه راهي ما عندها حتى إلزامية قانونية، هي وثيقة أخلاقية، وهي تحدث عنها رئيس الحكومة وقت قالوا له حكومتك إلى أي مدى تعتبرها اليوم حكومة وحدة وطنية وحكومة متماسكة؟ قال أي حكومتي متماسكة، ولكن جات الكورونا الناس ما قعدتش مع بعضها، عملوا شقا فطر، وتفاهموا الرؤساء ثلاثة على أن يقع إمضاء الوثيقة ذي. أنت تقولي أنه أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس والالتزام بالتضامن الصادق هذا يجب أن يكون مبدأ، ولكن للأسف ما هوش هذا المبدأ. الوثيقة جات لتجاوز الأزمة الحاصلة بين الأحزاب المكونة لائتلاف الحاكم. أنا نحب نفهم موقف حركة النهضة بالضبط أستاذ طريقي لو كان تسمح، الامتناع يتعلق بمضمون الوثيقة أو الأطراف المشمولة بتوقيع الوثيقة؟ لا مش بالمضمون الوثيقة، احنا المضمون الذي قلت لك هو المبدأ. الأصل في الأشياء أنه تضطر أحزاب الائتلاف الحكومي أنها تمضي وثيقة بين بعضها البعض بهذا السقف. هذا هو الغير الأطراف المشمولة، حركة الشعب أنها تمضي معاكم الوثيقة هذه. لا نحن مش مؤشرين ونمضي فلان ولا علان، ملا علي ما صححتوش. يا ست طريقي سمحني بجاه ربي والله العظيم بشتغلبونا معاكم. الوثيقة هذه في الأصل في البداية راهو مقترح حركة النهضة، ما ننساوش. يا سفيان هذا هو يلا غالب هذا هو يلزم نذكروكم اللي راهو المقترح نتاعكم. المقترح نتاعنا هو واضح، هو ضبط الايقاع داخل الائتلاف الحكومي، وان تتحول المبدا الى ممارسه، وان تتوقف هذا القصد الى مكونات الائتلاف الحكومي. اقترحتوا وثيقه انتم، احترقتوا اليوم، انتم اقترحتوا وثيقة للتضامن الحكومي، واليوم تقول انه التضامن الحكومي يلزم يكون مبدأ ما نعملولوش وثيقة. كيفاش حبنا نفهموكم؟ الاصل في الاشياء يا سفيان ثبت تحديثي، قلت لك الاصل في
تماماً الحكومي لا يحتاج إلى وثيقة. أن نمر إلى وثيقة فذلك يعني تكريس لوضع غير طبيعي عند الممارسة. الآن عندما نمضي إلى وثيقة ونحن كنا موافقين على مضامين الوثيقة ونريد هذه الوثيقة حتى نجسد مع بعضنا البعض وصل علاقة معقولة ومضبوطة أن تكون ليلة إنصاء هذه الوثيقة كل تلك الأيام السابقة قصف ممنهج بطريقة غير طبيعية لأحد أهم مكونات التي لا في الحكومة ونعتقد إحنا كحركة نهضة قادرين نقوم بجهدنا وأكبر ودعوتنا لتوسيعة الائتلاف الحكومي هو يأتي في إطار دعم المسار الحكومي يأتي في إطار ضرب المسار الحكومي مثال هذا اسمع مثال استاذ الطريق سفيان خليني اوضح وجهة النظر لحظة يا سي سامي بربي تفضل قالوا حركة النهضة عندها مسارين مسار ائتلاف حكومي مسار ائتلاف برلماني بأنها تضع سيق في الحكومة وسيق في البرلمان اي سيق في المعارضة هذا مش صحيح قلناه نحن بموقفنا السابق عن تشكيل الحكومة ظننا انه من في المعارضة يصوتوا كل مرة للحكومة بالحكومة ضمن ائتلاف الحكومي احزاب ضمن ائتلاف الحكومي تخلفت على التصويت للحكومة في اكثر من مرة وكنا نضطر الى اقناع من في المعارضة للتصويت الى الحكومة دعوتنا الى توسيع الائتلاف هذا ما هوش ضرب للمسار الحكومي وما هوش سيق في الحكومة سيق في البرلمان اما ما وقع البارحة وما وقع ضمن الايام السابقة هو وضع سيق في الحكومة وضع سيق في البرلمان استهداف حركة النهضة واستهداف رئاسة البرلمان بهذه الطريقة غير معقول وغير مقبول. تقصد تصويت حركة الشعب لفائدة اللائحة ستريقي تقصد حركة الشعب التصويت حركة الشعب على لفائدة اللائحة المقدمة في البرلمان هو كان شافي تصويت فقط والله كنا نفهمه شنو صار التصويت وما سبق التصويت منذ أيام ونحن نسمع مليح في الحديث مركز والمنهجية واضحة يعني ضغط وتهديد وتحقيق وغيره سمي لكن حركة الشعب لكن حركة الشعب لكن حركة الشعب نفس هذه الاتهامات اللي انتم توجهوا الهولة هي توجه فيها لحركة النهضة وبصفة سابقة ما ننساوش أنه هيكل المكي لم تهدد بسحب سمحني من هدد بسحب وزراءه ولم تطلب إخراج وزراء من حركة الشعب من الحكومة إنما حركة الشعب تهدد بسحب الثقة من رئيس البرلمان رئيس البرلمان شن دخله ماهوش من بعض أي من صفة مش من صفته كرئيس برلمان من منصب كيفاش معناها شنو هو العلاقة بالتضامن الحكومي يا أخي سامحني تو نعاود نذكرك نعاود نذكرك سامي مانيش نفهموا في بعضنا من فضلك نعاود نذكرك أنه راو الفصل بين المسار البرلماني والمسار الحكومي هو كان مطلب نتاع حركة النهضة وهو اللي أدى على أساسه انتخاب رئيس البرلمان فضل سيسيم أي فصل شكون اللي قال بالفصل هذايا أنتم لا ما قلناش إحنا هما إحنا قلنا نجيبوا جزء من المعارضة للائتلاف الحكومي واضح إحنا قلنا نوسع الائتلاف الحكومي إحنا ما قلناش إنه إحنا لم نطلب لا إخراج حركة الشعب من الائتلاف الحكومي ولم نطلب ولم نرفضل أعمال الوزراء الفريق الحكومي تابع لحركة الشعب رأينا خلاف ذلك رأينا أنه من قيادات من حركة الشعب تخرج وترفضل أعمال وزراء من حركة النهضة رأينا آخر الأيام حركة الشعب معناها تركز قصفها المنهجي على حركة النهضة رأينا أنها هي التي تطالب بسحب الثقة من البرلمان نحن وقت اللي يقولوا ضم أعضاء من كتل من المعارضة أو كتلة من المعارضة وهي كتلة هامة الكتلة الثانية للائتلاف الحكومي هذا ما فيش مسار هذا فيه ضم وليس فيه مصر ضم لكتلة مهمة داخل البرلمان إلى الائتلاف الحكومي اللي الروفيه من حركة الشعب بكل وضوح الروفيه هو الضرب وقتل ظهر وقسم ظهر البعير والشعرة معاوية التي تربط حركة النهضة بالائتلاف الحكومي غير معقول
وغير سي سامي وانا وانا اللي نجم نفهمه مازلنا ضابط ايقاع ما نعرفوش كان من المفروض ستريقي كان من المفروض أن الوثيقة هذه هي التي تمثل ضبط الإيقاع ولكن على ما يبدو ستريقي وتسمح لي باش نرجع معك بعد الفاصل باش نتحدث مباشرة على مدى التزام النهضة ولا الإمكانية السياسية أنكم تكملوا تخدموا مع حركة الشعب داخل هذه الحكومة والحديث حول طلبكم أو اشتراطكم أن يلتزم الياس الفخفاخ بما وعدكم به أنه سيقع تشريك حزب قلب تونس بعد تشكيل الحكومة. هذا يسمعني من عندكم قلتوا مزيدة وباش يتوسع لائتلاف الحاكم. نذكر مستمعينا أنه ضيوفنا اليوم جستمو باش يكون النائب عن حركة الشعب هيكل المكي ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي. فاصل صغير ونرجع معك أستاذ سامي طريقي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة.